برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. وطبعا موضوع مكافحة الفساد، امبارح يمكن واحنا كنا على الهوا جاء الخبر بتاع القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واتنين من رجال الأعمال بتهمة تلقي رشوة قيمتها 2 مليون جنيه لتخصيص أراضي بقيمة 20 مليون جنيه. بالتأكيد هذه ليست الواقعة الأولى التي تضبط فيها هيئة الرقابة الإدارية مسؤولين في رشاوى وفساد. لو تتذكروا حضراتكم مؤخرا تم ضبط الكثير من المتهمين بالفساد في مؤسسات وقطاعات عديدة في الدولة، سواء في المحليات، في الضرائب، في الجمارك وغيرها من الهيئات والقضايا والقطاعات الحكومية. يمكن طالت وزراء منهم وزير الزراعة الأسبق، أيضا يعني مسألة ضبط مسؤولين ملهاش سقف، ملهاش حدود. ضبط مسؤولين بدرجة وزير أو محافظ بيؤكد حقيقة راسخة، وهي أنه لا أحد فوق الحساب وأن الجميع يعني تحت المجهر زي ما بيقولوا. هنحاول في فقرتنا هذه التعرف أكثر على دور الجهات الرقابية في ظل ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من مجهودات، وأيضا تأثير هذا على ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية المنتظر أنه يصدر خلال تقريبا أسبوع أو 10 أيام من دلوقتي. خلوني أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد. أهلا بحضرتك يا أستاذ عاصم. أهلا بك. سيادة النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، أهلا بحضرتك يا سيادة. أهلا بسيادتك، عمري بيه. طيب قبل ما نبدأ النقاش خلونا نشوف انفوجرافيك عن طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية والمهام التي تقوم بها. طيب ابدأ النقاش مع ضيفي الكريمين، ابدأ مع حضرتك استاذ عاصم. يمكن بعد الحادثه بتاعت امبارح دي اخر الذين سقطوا في قبضه مكافحي الفساد محافظ المنوفيه، لما بيضبط وزير او محافظ ده بيدل على انه اجهزه الدوله الرقابيه يقظه، ولا بيدل على انه الحكومه ما بتختارش الرجل المناسب في المكان المناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر لازم نرفع القبعة لجهاز الرقابة الإدارية على الدور اللي بيقوم به في الفترة الحالية في وقت كل مظاهر الفساد اللي موجودة على الساحة، ولا يوجد كبير أو صغير بالنسبة لقضايا الفساد. كنا زمان كنا بنيجي نتكلم على أن الصغير هو اللي بيقع، دلوقتي بنتكلم على أن ما فيش لا صغير ولا كبير بالنسبة لقضايا الفساد. دي نقطة جوهرية. النقطة الثانية، تعديل قانون الرقابة الإدارية ادها حريه اكبر، اللي هو تعديل تم السنه اللي فاتت، وادها 3 مزايا كانت الحقيقه بتطمح فيها من عشرات السنين. الميزه الاولى ان هي الغاء تبعيتها رئيس مجلس الوزراء واصبحت تبعيتها لرئيس الجمهوريه. بهذا المنظور اصبحت هناك حريه واستقلاليه اكبر في ممارسه عملها. كان الاول عضو الرقابه الاداريه بيلاقي قضيه مجتمعه الاركان الا انه بينتظر موافقه رئيس الوزراء عشان يكمل الإجراء. دلوقتي كان في نوع من الحرج بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز التنفيذي.
النقطه الثانيه، لم تعد الرقابه هي مكافحه الفساد فقط بالنسبه برضو لهذا القانون، وانما الوقايه من الفساد مع مكافحه الفساد. يعني هم اصبحت دلوقتي جهاز مركزي للمحاسبات ووزاره ماليه في نفس الوقت، وقايه ومكافحه. يبدو ان ليها فصول اخرى، فصول تاليه، مسلسل الحرب على الفساد متواصل. القبض على محافظ المنوفيه بالامس ليست هي الحلقه الاخيره في هذا المسلسل في نص دقيقه بس استاذ عاصم. طيب، لان الوقت انا نفسي المجتمع المدني والمواطن المصري وهذه كل الجهات الموجوده في مصر تحذو حزو رئيس الدوله في قدرته على مكافحه الفساد، وبالتالي نتكاتف جميعا. نعم. لأن الفساد والإرهاب وجهين لعملة واحدة. شكرا جزيلا. وكمان أرجوك يا عمرو بيه بعد إذنك، وده مهم، أنا عايز يعني أهالينا في كل المحافظات لما لاقي في موظف مرتشي ما تخافش، بلغ عنه. طب ولو اتنكل بيه بقى خلينا نرجع تاني بعد إذنك. مش عايزين نخوف الناس. لا كان زمان التنكيل ده، عشان كده اسرعوا في شان في سن قانون لازم ما نسيبش حمايه الشهود والمبلغين. أي دي رساله، دي رساله ليك وامانه. انزل لمجلس النواب وحاول تسعى بقدر الامكان. شكرا جزيلا مركز المحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافيه ومكافحه الفساد النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب. شكرا جزيلا. بعد الفاصل احتفاليه خاصه في ذكرى مرور 100 عام على مولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كيف نتابع هذه الاحتفالية؟ كيف تبقى الأفكار بعد كل هذه الفترة الطويلة من وفاة عبد الناصر، من ميلاد عبد الناصر؟ لماذا تحولت سياسة ناصر إلى عقيدة يعتنقها كثيرون في مصر والعالم العربي؟ خليكم معنا بعد الفاصل.